ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم، وأبدأ من صحيفة النهار التي كتبت: الأيام الأخيرة للسنة، شلل سياسي واحتدام وبائي. مع اليوم الأخير اليوم الأحد لعطلة عيد الميلاد وبدء العد العكسي لاستقبال السنة الجديدة، لا مغالاة في القول أن لبنان يبدو أمام واقع أشد صعوبة من أي وقت سابق. هذا المناخ القاتم انعكس في الساعات الأخيرة بشكل واضح، إذ انعدمت أي ملامح لتحركات سياسية داخلية جديدة من شأنها تحريك مسار تأليف الحكومة بعدما سادت مناخات سلبية للغاية بين بعبدة وبيت الوسط، كما أن الرهان على إعادة تحرك المبادرة الفرنسية عقب معاودة الرئيس الفرنسي ماكرون نشاطه لا يمكن أن يستقيم إذا لم تظهر ملامح متغيرات حقيقية في موقف الفريق المعطل لتأليف الحكومة، وهو أمر مشكوك فيه حتى اللحظة. ذلك أن الجانب الأبرز فيما كشفه فشل المسعى الأخير لتأليف الحكومة وفق الأوساط المعنية بالتحركات التي سبقت وأعقبت الاجتماعين 13 والرابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس سعد الحريري يتمثل في مسار ثابتا لدى الكثيرين، وهو أن التعطيل لا يتصل بموقف الفريق الرئاسي وحده ولو أنه المسبب المباشر، إذ أن الوجه الآخر يتمثل في شراكة التعطيل مع حزب الله الذي لم يعد القريبون منه يخفون أن لا حكومة قبل تسلم الرئيس الأمريكي منتخب جو بايدن مهماته في 20 من كانون الثاني المقبل واتضاح اتجاهاته حيال الملف النووي الإيراني. وبدا واضحا أن أي شيء جديد في مسار التأليف مستبعد تماما قبل بداية السنة الجديدة، بدليل مغادرة الرئيس الحريري إلى عطلة عائلية في العاصمة باريس. ومن صحيفة النهار إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفيها الأمور لا تزال عالقة بين عون والحريري. أشارت مصادر التيار الوطني الحر للشرق الأوسط إلى أن لا شيء جديدا ينتظر لا سيما مع دخول لبنان في فترة عطلة الأعياد، وأوضحت أن مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان هدفها عقد اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس ميشيل عون، وهو ما تحقق وانتهت هنا. وبالتالي الأمور لا تزال عالقة بين الأخيرين، ولابد أن تعود حركة الاتصالات مجددا بينهما مع بداية العام الجديد. وأكد المسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض أن جهود البطريرك الراعي لم تتوقف، واتصالاته عبر ممثليه متواصلة مع المعنيين لتأليف الحكومة، وأوضح للشرق الأوسط أن مساعي البطريرك لا تزال متواصلة لقناعته أن تأليف الحكومة أمر ملح وضروري. من جهة أخرى نفى غياض المعلومات التي أشارت إلى أن غياب الرئيس عون عن قداس عيد الميلاد كان رسالة سياسية من الرئاسة إثر تحميل الراعي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، رغم أن اعتذار عون جاء لأسباب صحية مرتبطة بانتشار كورونا. والآن إلى صحيفة الديار، وهو الموضوع الأبرز اليوم حول الكورونا، وفيه لبنان آخر الدول العربية التي ستحصل على لقاحات كورونا. سؤال للحكومة اللبنانية: لماذا لم يستقدم لبنان اللقاح الصيني كما فعلت الإمارات وتركيا؟ وفي المقال يلوح في الأفق القريب أزمة قديمة جديدة عانى منها اللبنانيون كما العالم أجمع، وهي تطورات وباء كورونا، حيث سجل عدد الإصابات في الأيام الماضية رقم قياسي بلغ 2700 إصابة في اليوم الواحد. وفي ظل سياسة فاشلة للحكومة في إدارة الأزمة، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الإنذارات من الخبراء بضرورة الحفاظ على التدابير القاسية خلال فترة الأعياد كما فعلت معظم الدول، بدل التراخي والسماح للأمور بأن تتفلت، يقترب لبنان وبسرعة فائقة من سيناريوهات كارثية على الصعيد الصحي، خاصة بعد تمنع الحكومة عن إقفال الخطوط الجوية مع المملكة المتحدة، حيث ظهر فيها مؤخرا فيروس كورونا متحولا يتمتع بصفة انتشار أسرع من سابقه بنسبة 70%. كذلك السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تأخرت الحكومة ووزارة الصحة في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؟ ولماذا الانتظار حتى نهاية شهر شباط 2021؟ ولماذا لم تتواصل مع الحكومة الصينية لاستخدام اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك بيوتيك أو شركة سينوفارم، والذين أثبتوا نجاحهم حول العالم وفي الدول مجاورة للبنان، وعلى سبيل المثال الإمارات العربية وتركيا؟ ومن يتحمل مسؤولية الوفيات المرتقبة من الآن حتى شهر آذار المقبل؟ وينضم إلينا في هذه الفقرة عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن بزري للوقوف عندما ورد في هذا المقال. صباح الخير بروفيسور.
صباح النور، يعطيكم العافية يا رب. لماذا لم يستقدم لبنان اللقاح من الصين؟ يعني أثبتت التجربة بالإمارات العربية المتحدة وبتركيا بنسب عالية جدا تفوق 90% فعاليته وعدم وجود أضرار جانبية له، وبالتالي هذا اللقاح هو من فترة متواجد بالأسواق، وبالتالي كان وصل لعنا بفترة أقرب من الفترة المنتظرة للقاح يلي نحن موصين عليه، فلماذا لم يتم طلب اللقاح الصيني بدل انتظار لقاح فايزر؟ بداية المفاوضات مع فايزر بين الحكومة اللبنانية وبين فايزر بدأت منذ فترة طويلة. المشكلة الوحيدة كانت في إيجاد آلية الدفع، لأنه بتعرف لبنان هلأ بحكومة تصريف أعمال، وكان يجب تجاوز العديد من ما يسمى الإجراءات القانونية لحتى يقدر لبنان يعمل اتفاق مع شركة أجنبية. تم تجاوزها بعد استشارة هيئة القضايا والتشريع. يعني عم بحكي أنا أمور ما إلي علاقة فيها بالتفصيل، لكن عم خبرك شو اللي صار. وبالتالي هلا تم تجاوز هذا الموضوع، وبعتقد ان شاء الله بصير التوقيع قريبا، ولقاح الفايزر بيكون بشهر شباط بلبنان. اما فيما يتعلق باللقاح الصيني والروسي، معلوماتي انه وزاره الصحه قاربت السفاره الصينيه وقاربت السفاره الروسيه. حتى هذه اللحظه الوحيد اجوا بعض الاشخاص منفردين جربوا يسجلوا اللقاح الصيني في لبنان على اعتبار اذا سجلوه ممكن يفوتوه على لبنان، ولكن دون أي وثائق من الشركة الأم أو الأساسية. المعلومات الوحيدة اللي واردة عن اللقاح الصيني، وأنا أعتقد أنه لقاح جيد، يعني أن هي في الدراسات المرحلة الأولى والثانية أظهر فعالية جيدة، لكن الدراسات بالمرحلة الثالثة لم تجرى إلا في دولة الإمارات العربية وفي دولة البحرين، وبالتالي المعلومات اللي متوفرة عنا عن 86% فعالية في المرحلة الثالثة هي من دولة الإمارات الشقيقة ودولة البحرين الشقيق، ولذلك نحن نأمل بإعطاء الملف كامل العلمي لوزارة الصحة لكي تتمكن من تسجيله. وزارة الصحة طلبت هذا الملف، وبالتالي الاتفاق مع فايزر لن يكون الاتفاق الوحيد، هنالك قد سيحدث اتفاقيات أخرى، خصوصا أن لبنان هو جزء من منظومة كاملة اسمها الكوفاكس، هي التي تؤمن أيضا وصول اللقاحات بشكل عادل إلى العديد من الدول التي تعتبر أوضاعها الاقتصادية متراجعة. لكن هذا للأسف بحطنا تحت خانة واحدة، وهي أنه إذا المؤسسات الدولية بدها تساعدك بدفع المصاري كالبنك الدولي وغيرهم، هن بيصروا على شغلتين، بيصروا على أن تكون منظمة الصحة العالمية جزء من التصريح لأي لقاح موجود، وحتى هذه اللحظة منظمة الصحة العالمية لم تصرح لأي لقاح. نحن بانتظار موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح الفايزر خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، وبالتالي يستطيع لبنان تحريك بعض الأموال اللي موجودة للقروض. لذلك لبنان منفتح على كل اللقاحات اللي موجودة، واللقاح الصيني واللقاح الروسي حتى واردين، واللي بتعرفوا أنه عم بيصير في اتصالات معهم، ونأمل بدخولهم، لأنه أيضا نحن بهمنا نعدد خياراتنا حتى لا نصل إلى مرحلة ويكون في طلب على اللقاح وما يكون متوفر بالأسواق اللبنانية. يعني بهذا الموضوع دكتور بزري لا علاقة للسياسة أو التوجهات السياسية، يعني عدم التوجه نحو الصين وروسيا من أجل اللقاح لعدم إغضاب أمريكا وبالتالي اعتماد لقاح فايزر، يعني السياسة لا تدخل أبدا بخيارات التوجه نحو اللقاح بلبنان. لا، إذا بدك باللقاح، أول شيء معالي وزير الصحة لا، يعني علاقته السياسية بطرف له علاقة بالروس والصينيين أكثر أكيد بكثير من ما، ولكن لبنان ككل والحكومة ككل أنا عم بقول هاي واحد. وتاني شيء نحن كأطباء بتعرف يعني حتى من الموقف السياسي وصولا للموقف الصحي لنا مصلحة بالانفتاح أيضا على كل الدول ما فيها الدول الصديقة التي تقف معنا بالقضايا الكبرى، وبالتالي ما حدا يعني بالعكس نحن عنا تمني أن يكون هنالك كل الخيارات متاحة، وخاصة الخيارات يعني البديلة، رغم قناعتنا بأنه لبنان اختار خيار جيد جدا باللقاح وخيار فاعل جدا وخيار قد يظهر في المستقبل انه الخيار اللبناني في اللقاح هو خيار جيد، مع تقديرنا انه كل الخيارات الاخرى بعد جيده وبعد وارده. لكن خلينا نتذكر انه نحن بلد وللاسف بعده المجتمع الدولي اللي بيشرف على افلاسنا
بعد مصنفنا دولة متوسطة إلى مرتفعة الدخل، وبهذا معناته بيمنع عنك العديد من الإمكانيات التي ممكن أن تحصل عليها من قبل المؤسسات الدولية، في حين أن الدول التي أدخلت اللقاح الصيني كدولة الإمارات الشقيقة أو دولة البحرين الشقيق هن دول عندهم إمكانيات أنه يدفعوا من جيبتهم مباشرة دون العودة إلى قروض دولية، وهذه القروض الدولية تستدعي موافقة عدة وكالات دولية. ثاني شيء بالقانون اللبناني، وحتى يتم تعديل هذا القانون لأنه هذا القانون موجود من سنوات طويلة، لا يمكن إدخال أي دواء أو مادة دوائية أو لقاح على لبنان إلا ما يكون في عليه اعتراف من قبل ما يسمى مؤسسات مرجعية في العالم، وسواء حبينا أم ما حبينا السياسة الأمريكية بالمنطقة الـ FDA يعني وكالة الدواء الأمريكية ووكالة الدواء الأوروبية هي أحد المرجعيات المطلوب الحصول على موافقتها على البرودكت. ومن هون نحن بنقول انه بما انه لقاح فايزر ولقاح موديرنا اخذوا موافقات بسموها على الاقل مبدئيه emergency authorization use، هذا بيعطي لبنان حق ادخال هذا اللقاح مع الاقرار بانه لبنان مثل ما بدنا نتذكر لا عنده مختبر مركزي ولا عنده اليه جديه لفحص المواد التي تدخل، لذلك عليه ان يعتمد على منظمه يعني الصحه العالميه. يعني حضرتك دكتور بتقول بانه الاليه المعتمده للحصول على اللقاح هي جيده وبالتالي نحن نسير على الخط الصحيح، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه انه راح يبلش اللقاح بعد شهرين والسلاله الجديده دخلت الى لبنان وسرعه انتشارها اوسع ونحن بفتره اعياد هلا وفي فتره اختلاط وما في فتره اقفال والطيران مع بريطانيا لم يعلق، وبالتالي يعني نحن بنحمل انه ننطر شهرين ليبلش اللقاح وعلى عدد قليل من اللبنانيين، يعني نحن سنصل الى شهر اذار الى مشهد كارثي صح؟ ان شاء الله. لا لاقول لك ليه، لسببين. السبب الاول انه نحن مثل ما بقول لك انه امكانيه دخول اللقاحات الاخرى ما زالت وارده حتى عبر وكلائها. النقطه الثانيه خلينا نتذكر انه لبنان بلد وللاسف مفلس، وبالتالي انت بحاجه لتامن دعم للقاحاتك، والدعم بدك تحصل عليه من البنك الدولي ومن الفند اللي موجود بالدنمارك. النقطه الثانيه يعني المهم بهذه الامور ويمكن ما لي حق أنا أحكيها لأنه هذا ليس موضوع طبي، قديش صار في بيروقراطية بالإدارة اللبنانية لحتى توافق بعض الهيئات الإدارية على العقود مع هذه الشركات، لأنه تعرف العقود معمولة باللغة الإنجليزية ولبنان لا يعترف باللغة الإنجليزية وإنما يعترف باللغة العربية. وخليني أقول لكم شغلة إنه كمان في شيء بسموها مسؤولية إدخال اللقاح. اللقاح اليوم هذا أول مرة بتاريخ البشرية سواء كان لقاح صيني ولا لقاح روسي ولا لقاح أمريكي أو بريطاني أو ألماني أو فرنسي اللي بدك إياه، لأول مرة بتاريخ تاريخ اللقاحات بسبب الجائحة اللي موجودة بالعالم يتم الاعتراف باللقاحات عن طريق بسموها Emergency Use Authorization Use EAU، يعني بيعطوها ما يسمى الموافقة الطارئة، بينما الموافقة الطارئة كانت محصورة تاريخيا بس بالأدوية وليست باللقاحات. نعم. بس بسبب الجائحة أعطيت. هلأ هيدا معناتها في جزء من المسؤولية باللقاح الإدارية بدها نقاش، وبالتالي هيئة التشريع والإضاءة والقضايا ومن حقها طلبت عدة تفسيرات، وبعتقد التفسيرات صارت موجودة وإن شاء الله بتخلص بكرة، وإذا خلصت بكرة أو بعد بكرة في يقول يعني مع أنه كمان ما حدا لازم يحط فينا تاريخ أنه اللقاحات قد تكون بأول شهر شباط وليس في منتصف شهر شباط بلبنان، على أمل أن تتقدم الدول الأخرى وعلى رأس الصين وروسيا بطلب من خلال وكلاء بإرسال الملفات العلمية، لأنه نعم. لهلأ نحن ما عندنا ولا ملف علمي إلا من فايزر، يعني ما حدا بعت ملف علمي عن إجراء الدراسات، وشي مرة بجلسة أوسع من إلكم كيف الملف نعم العلمي دكتور. كيف وصل وكيف نعم دكتور، حضرتك كعضو باللجنة الوطنية ورح يكون في إلكم اجتماعات، هل ستطالبون بوقف الرحلات مع بريطانيا؟ أنا برأيي نحن باللجنة العلمية اقترحت بالأسبوع الماضي توقيف الرحلات، وكانت وما كان في تجاوب من قبل اللجنة الأعلى بالتنفيذ، اللجنة السياسية يلي موجودة بين الوزارات كلها المختصة. أنا برأيي إنه هلا بعد الأعياد اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب مثل ما بينقال بالعامية، وأعتقد أن من واجبنا مراقبة الداخلين من بريطانيا على الأقل وضعهم بالحجر الإجباري لمدة عدة
أيام ومراقبتهم للتأكد من عدم الإصابة. ولكن الشيء الوحيد اللي بدنا نقوله أنه سواء كان هذا المتغير البريطاني أو أي متغير آخر حيطرأ، ما تنسى المتغير البريطاني عرفنا فيه لأنه نحكى فيه، في متغيرات أخرى موجودة قبله وحتيجي متغيرات بعده. هذا كله بدل على أنه الوقاية واحدة والمفتاح الأساسي هو، وللأسف مثل ما تفضلت بمقدمتك وبجريدة الديار الكريمة، أنه فشل الحكومة في ضبط المواطن. أنا برأيي على المواطن أن يكون هو أيضا مسؤول، ونتمنى من خلالكم أنه كمان كلنا نكون مسؤولين، لأنه حتى لو فات اللقاح سواء كان روسي صيني أو أمريكي، لبنان حتى يوصل لمرحلة تلقيح تبلغ 60 أو 70% واللي هي المرحلة الكافية لتأمين مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية، معناتها نحن بحاجة لسنة سنة وشوي. وهذه مش مشكلة لبنان، هي مشكلة بريطانيا وأمريكا وأوروبا وكل دول العالم. وبالتالي المفتاح الحقيقي لتخفيف ضرر هذا اللقاح هو من خلال المواطن. دكتور بزري، يعني السؤال الأخير وقاية. نعم طبعا، ولكن للأسف يعني ما عم بيكون في التزام، يعني كل العالم بعيد الميلاد ببيوتها كانت عاملة العشوات، بكرة على رأس السنة كمان يلي مش ظاهر، وفي حفلات كتير راح تكون العالم مجمعة ببيوتها، وعم نشوف بالمولات يعني ما في أبدا يعني أي التزام. هالمسؤولية الفردية اللي عم تتكلوا عليها ما عم بتصير. السؤال الأخير، عم نشوف بأنه الأرقام عالية جدا، يعني عم وصلنا ل 2700 حالة يوميا بالفترة الأخيرة، وهيدي منا فحوصات العيد، يعني بعد العيد بعد رأس السنة هناك الأرقام يلي راح تكون من المفترض عالية، لأنه في نسب اختلاط أعلى بكتير. فليه هالأرقام ارتفعت كتير قبل العيد حتى؟ خليني اقول لك، نحن بالاساس كنا خيفانين من هذا الشيء، مش هيك عندنا قص جزء مننا، مش كنا اكيد عنده تحفظ حول الاغلاق بالاساس، لانه ليس الاغلاق هو المهم، هو اداره البلد ما بعد الاغلاق هي الاهم. ومثل ما عم تتفضل حضرتك، يبدو انه هنالك نوع من عدم التوفيق في اداره البلاد بعد الاغلاق. المشكله انه دول العالم فيها تفرض اغلاق، يعني اوروبا بتفرض اغلاق، امريكا بتفرض اغلاق، لكن لما يغلقوا بيقدروا يعملوا رزمة تعويضات على المواطن اللبناني. نحن للأسف الإغلاق الذي يمكن أن ينجح إلى حد معين له ارتدادات معيشية وحياتية وتربوية واجتماعية وعائلية لكل شيء بدك إياه بأوجه الحياة، صعب جدا. وأنت بدك تتذكر، وأنتوا أكثر ناس بتعرفوا بالجديد، أنه نحن نعيش حالة من الإفلاس والانهيار، وبالتالي لا يوجد من يعوض على المواطن اللبناني. فإذا التحدي يمكن بلبنان أصعب من غيره، وهو كيفية إيجاد الصيغة بين أن نستمر بالدورة الحياتية الصعبة ونحافظ على معيشتنا كلبنانيين، نمسك كل يوم أنه فوتنا أكل على طاولتنا وطعمينا عائلتنا وحماية أنفسنا. وهون برجع بقول للأسف كمان نحن وياكم، لأنه يمكن الرأي العام بيوثق بالقطاع الخاص أكثر ما بيوثق بالقطاع العام. أنت قطاع خاص كتلفزيون، أنا قطاع خاص كأستاذ جامعي، علينا أن نعطي الرأي العام نصيحة أنه يا عمي ما يجب أن تقوموا به هو لمصلحتكم، وهذا الموضوع مستمر سنة وسنة. سيكون هناك أقفال بعد رأس السنة؟ من المرجح أو يقال بأنه سيكون في إقفال عام بلبنان أقله أسبوعين، هل هذا الأمر مطروح أو بعد بكير ينحكى فيه؟ حتى الآن ما انحكى فيه، ونأمل أن لا يحدث، لأنه يعني نحن كمان الإقفال العام مع حسناته بمنع انتقال الفيروس له سيئات أخرى معيشية، والناس ما بتموت بس من الفيروس، بتموت كمان من القلة ومن القهر. يعني بتنطر الأرقام، يعني ننطر الأرقام لبعد العيد. بدنا ننطر الأرقام والرائبة، وترجح أنها رح تكون عالية، صح؟ المنطقي انه تكون عاليه، المنطقي انه تكون عاليه، وزي ما كانت عاليه هلا حتكون عاليه بعدين. وبدي اقول شغله، انه نحن شو ما وسعنا بسعه المستشفيات وشو ما زدنا اسره وشو ما زدنا عنايه فائقه، المفتاح هو بالوقايه. نعم. جزء من الوقايه هو اللقاح، ولكن جزء ايضا من الوقايه هو المسؤوليه الشخصيه. بروفيسور عبد الرحمن بزري، شكرا لك ولانضمامك لنا للاضاءه على هذا الموضوع.